السلام عليكم، تمام. احنا ايه هنشغل دلوقتي؟ عرفت المشكله بسيطه، طبعا ما عرفش المشكله لما فتحت الاكس كود، هو اللي قال لي يعني الاكس كود لما فتحت منه هو طبعا اتشالت، بس لو كانت موجوده هنا اللوج الاخير كنت عرفتها. المهم هو قال لي ان الصفحه ديت فيها السطر ده محطوط، هو اللي عامل المشكله، هو اصلا مش لازم. فانا خد بالنا واحنا بنضيف ان يحصل مشكله، فهنشيل السطر ده نفس الايرور، نشيله، نشيل السطر ده ونعمل ران. فخد بالك انت بتضيف مكان يبقى بينزل حاجات كده تعمل بلوك للتقصير، عشان كده الاكس كود مساعد كويس. ماشي، طبعا المفروض دي كده يطبع لنا. خلينا نعمل هنا يعني المفروض هنا هيطبع لنا اصلا بيقول ان هو انستانس، عارف يعني هيقول ان ده انستانس من الويب 3 كلاينت. ماشي، يعني مش اهو قال لك ان هو ويب 3 كلاينت، عشان اتاكد ان هو ممكن نعمل كده. لا مش كده اهو، وناخد دي كلها ونقول له وي ار وي ار ات سيت اب نتورك. مع اني مش شايف ان احنا اصلا محتاجين لل ده اصلا تقريبا مش لازم. لا فيه مش كده كده ماشي. فالمفروض كده يعني يقول لي، قال لك وي ار ات سيت اب، وقال لك ان هو انستنس من الويب سيت، فاحنا كده تمام يعني. هو ده المفروض عامل كونكت. ماشي طبعا، احنا كده شغلنا الشيل ده بس عشان الكومنتات ما تبقاش كتير. ماشي، هنروح نكمل في ايه بقى يا سيدي؟ هنروح نكمل. احنا دلوقتي عملنا كونكت على ايه؟ بعد ما عملنا على الشبكه، المفروض نروح دلوقتي، نروح بقى نجيب الاي بي اي والادرس بتاع العقد عشان نكونكت عليه، صح كده؟ ماشي، فهنقفل دي كده تحتها. خلينا بس نكتب كومنت كده ذا او كونكت كونكشن ويز سيبوليا تيست نت فانكشن او بلوك تشين نتورك فانكشن. بلوك تشين نتورك نتورك وخلاص، مش السنين. ماشي تمام. فهنيجي هنا بقى نعمل ايه بقى؟ جيت اي بي اي اند ادرس. طبعا في بقى نقطة مهمة، عشان دي برضو الناس اللي كانت شافت حاجات في الويب وجات هنا، دارت عاملة زي الجافا كده، او هي لغة لازم تحدد لها العنصر ده من نوع ايه، والداتا اللي هتجي لك من نوع ايه، وهي متوقعه ايه. مش زي مثلا جافا سكريبت، انت ممكن ما تديهاش نوع اصلا، وهي بتقرا وبتفهم الحاجه اللي جايه لها، ولو اتلخبطت بقى ساعتها بتقول لها ان اللي جاي لك سترينج مثلا. ماشي، انما احنا هنا لا، ما فيش الكلام ده، هنا لازم تحدد. فمثلا احنا الادرس بتاع الكونتراكت ادرس بتاعي انا حاطه سترينج، السترينج ده الويب سيتي مش هيفهمه، لازم نحوله لحاجه اسمها ايثيريوم ادرس. ده بياخد السترينج بتاعك بتديهوله كده، وهو بيحوله الادرس يفهمه البلوك تشين. ففي تحولات هتحصل، فده لازم تبقى هند انت عامل حسابك منه. ماشي، فانا طبعا الداله اللي هي اسمها جيت برضه دي اعتقد مش عارف ليه كده. ماشي اعتقد نعملها ماشي، جيت اي بي اي. ماشي طبعا الجيت اي بي اي ديت المفروض في الفاينل في الاخر هترجع لنا ايه بقى؟ المفروض ترجع لنا حاجه، المفروض ترجع لنا، هي مش هترجع لنا حاجه سوري، بس هتبقى فيها ايه ثيك واويت، لان هتنتظر شويه وفي تعامل مع ملفات. ماشي، فالمفروض هتبقى فيوتشر، والتايب بتاعها هيبقى فويد، لان هي مش هترجع لنا حاجه، هي ممكن بس تروح تعرض يعني توصل للداتا، وطبعا دي المفروض تبقى ايه اي سينك. تمام. ماشي، احنا هنيجي هنا بقى، خلينا نعمل كده. ماشي، هنعمل ايه بقى؟ المفروض هنا احنا نروح نوصل للسترينج، نجيب لود للسترنج بتاع ايه؟ الملف الجيسون بتاعي، فهنجيبه عن طريق ونحوله برضه لسترنج. سترنج عندك حاجه اسمها مثلا، خليها ايه؟ هنسميه اي بي اي فايل مثلا. اي بي اي ده الفايل بتاعه مثلا روت، تمام. وده هيساوي ايه بقى يا سيدي؟ هيساوي ويت. عندك حاجه في سيستم اسمها روت باندل. الروت باندل ديت يا سيدي عندها حاجه اسمها اللود سترينج.
لان هو سترينجز عباره عن، هو بيقول لك اديني بقى ايه نوت سترينج ده، عايز الكي بتاعك ماشي. الروت باندل جواه لود سترينج، وبياخد بقى الباس بتاعي، الباس بتاعي اللي انا هديهوله هنا تمام، سترينج كي وفي بوليان، بس السترينج بتاعي هو في كونستانت ماشي، واحنا مسميينه اي بي اي، احنا مسميينه ايه تقريبا، اي بي اي او اي بي اي باس ماشي. فالمفروض ده كده، المفروض ده بقى فيه الباس بتاع الملف بتاعي. طيب انا عايز بقى اعرضه، يعني انا عايز اعرضه ماشي، عايز اعرضه، فطبعا هو هيجي له فايل، فانا عايز احوله للجيسون عشان يفهمه، هو جاي له سترينج من الاخر، فانا عايز احوله لجيسون. احنا عندنا جيسون var اي بي اي جيسون فورمات هيساوي جيسون، في ديكود وانكود، احنا عايزين طبعا نعمله ايه ديكود تمام، نقول اديني السورس هولدر اي بي اي فاير روت ماشي. فده المفروض يروح يوصل لايه؟ للشكل اللي جاي. خلينا نشوفه كده، لو انا عملت له برنت هنا وقلت له برنت اي بي اي فورمات ماشي، ونعمل كده عشان نشوف بس الشكل بتاعه، ونشوف اصلا احنا عاملين صح ولا غلط. طبعا دي ما اشتغلتش، اشغلها فين بقى؟ اشغلها بعد ما تكونكت صح، بعمل لي كده ماشي. وطبعا دي لازم دي تبقى اسينكرونس عشان دي هتقويت برضه، قويت ودي تبقى سينك، اي سينك اي سينك تمام. نروح نرن تاني اهو يا سيدي، قبل الداتا ايه، قبل الداتا من هنا، قبل الداتا ان ده الكونتراكت، انا طبعا عايز اوصل الاي باي دي ماشي، انا مش عايز كل الملف، انا عايز اجيب الجزء ده بس، عايز يبقى فيه الاي باي عشان انا زي في عنصر اي باي واستخدمه ماشي. فهاجي هنا، هاجي لهم يعني بعد ما جبت الداتا، انا عايز بقى اقول له احنا عملنا ديكود، هات لي بقى انكود لايه؟ للجيسون اوف الاي بي اي بس. فطبعا انا لازم اعمل حاجه هتاخد الداتا تحفظها فوق از اتريبيوت يعني، من نوع سترينج ماشي، عشان خليها هنا ايه؟ خليها هنا مع الحاجات دي كلها تبقى تحت بعضها كده. انا هعمل سترينج واعتقد هيبقى اوبشنال تمام، وهسميه اي بي اي كود ماشي. فهناخد ده كده وننزل تحت هنا ونقول له ده هيساوي انكود بقى او جيسون انكود، وادي له الاوبجكت اللي هو ده، بس اقول له هات لي منه ايه بقى، اقول له هات لي منه، هات لي منه الاي بي اي فقط تمام، اقول له هات لي منه الاي بي اي اللي هو كده كده اي بي اي اللي هو ده ماشي. المفروض هنا مثلا لو قلت له اطبع لي دي، خد اطبع لي الاي بي اي بس، ما يطبعليش الحته اللي فيها اسم ال، ما يطبعليش اللي هي في اتفاق الحته اللي فيها الوو ستور والجو ده، يطبع لي بس من اول اي، عشان الاي ده اللي انا محتاجها دي اللي فيها الفانكشنات والايتمز وخلافه ماشي. نرن ثاني عشان نرن تاني تمام اهو، قبل بس من اول ايه الاي بي اي. لو رحت تتاكد، لو رحنا هنا الايمجز، رحنا الاي بي اي، رحنا هنا والاي بي اي اوله كلمه ده فولس اهي هي دي، فانا اقدر اوصل للحاجات دي من هنا ماشي. واستنى كده هشوف حاجه، نتوركس مفيش ادرس، بس لا ده ادرس كتير، بايت كود ديبلوي كونتراكت لينك ديبلوي باي ده البايت كود، ده البايت كود، عايز ابص كده على ال، ما اعتقدش ان هو هنا حط ال، بيحطوش لا، فممكن تبقى تحطه هنا مثلا، احنا ممكن اصلا لو نحط بس شال باي ده ما نقربش منه تمام. احنا كده وصلنا لايه؟ نقفل ده، وصلنا للاي بي ار وحفظناها في حته عشان لو عايزين نستخدمها تمام؟ نحذفها بقى عشان ما عندناش، ما نتلوش فيها تمام؟ احنا كده بقى عندنا الاي بي ار، وبقى عندنا ايه؟ بقى عندنا الحاجه بتاعتي. خلينا في نفس الداله، في نفس الداله نوصل للادرس ونحوله، احنا عندنا معايا الادرس تمام؟ فعايزين نحوله بقى. فانا برضو هعمل فوق، وده برضو لازم يبقى حاجه من نوع سيريام ادرس، اي ادرس هتعمله فلازم يكون من نوع سيريام ادرس تمام؟ فهنعمل
فوق هنا متغير تحتهم من نوع إيثيريوم. استنى كده، هو ما انا مش راضي ايه هو إيثيريوم ادرس ده من ايه، من الويب 3 صح؟ طب هو ليه مش راضي يجي؟ من الويب 3 ده اهي صح. إيثيريوم ادرس ماشي، خلينا نعمله وممكن هو ما قالش اوتوماتيك، بس إيثيريوم ادرس واوبشنال هنسميه كونتراكت ادرس. ادرس تمام. طبعا ده ممكن نبص كده، خلينا نتأكد ان انا كاتبه صح بس. سوري اهو، لا اله الا الله، اه مظبوط. ارى هو بس كان عامل مشكله ايثيريوم ادرس مظبوط. فنيجي تحت كده الكونتراكت ادرس ده بعد ما جبنا الاي بي اي ماشي وحفظناه، هنقول له الكونتراكت ادرس ده هيساوي ايثيريوم ادرس، بس لا مش دي، ايثيريوم ادرس فروم هيكس، لان هو ايه الهيكس ده بتديله السترينج وهو بيحوله له. فالهيكس بتاعك ايه؟ احنا حافظين الكونتراكت ادرس والكونست كونستانت دوت كونتراكت ادرس اهي، كونتراكت كانت كابيتال كونتراكت ادرس اهو ماشي. المفروض هنا برضو ده خلاص بقى كده، احنا كده حافظين فيه الحاجتين. فالمفروض دي بقى اسمه جيت اي بي اي، دي المفروض يبقى اسمها جيت اي بي اي اند كونتراكت ادرس اند كونتراكت كونتراكت ادرس ماشي. ونروح نعدل هنا. فالمفروض كده برضو المفروض احنا طبعا دول عاملينهم برايفت، لو احنا عايزينهم يبقى نطبعهم مفيش مشكلة ماشي. بس ممكن بس عشان اتأكد برضو من الموضوع ده قبل ما نقفل برنت، هنا هنقول له ان هو ده طبعا ده هيقول لي مش هينفع، هقول له دوت سترينج لان هو برضو ايه عايز اتأكد ان هو مظبوط. هو ده يا سيدي 0x73 ايه، نتأكد نروح طبعا مش فاكر هو اسمه ايه، مش فاكر شكله ايه، فنروح لل اهي 0x73 مظبوط. يبقى هو كده وصل لده، وصل للي بقى وانا عملت كونكت على الشبكه. يبقى المطلوب مننا بقى المره الجايه نعمل ايه؟ نروح نتواصل مع العقد، نروح بقى نجيب اسمها ايه يا رب، نروح بقى نجيب الكونتراكت اللي معمول لهم ديبلوي ونجيب الدوال منهم تمام، ونبدا نشتغل بقى فيه. طبعا زي ما اتفقنا ان انت عشان تكونكت على ديبلوي كونتراكت بتحتاج الاي بي اي وجهزناها والكونتراكت ادرس ماشي، و فتروح تكونكت عليهم وتجيب بقى الدوال اللي جواها اللي هم كانوا ظاهرين في بتاع ده. فاحنا لازم برضو نجهز هنا، نقول له ان احنا عندنا ده اللي اسمها مثلا اللي احنا كنا عاملينها اسمها شوب نيم اللي فيها الاسم، ده اللي بتجيب الكاونت، ده اللي بتعمل كرييت برودكت، الدوال دي ماشي. احنا هنبدا نعمل كل ده لو احنا بنستخدمها ماشي. احنا بس دلوقتي هنعمل الداله اللي بتجيب، اول حاجه هنعملها اللي هي الداله اللي بتجيب ايه النيم اللي احنا حافظينه ده عشان نتاكد ان احنا كونكت صح على ايه، على الستور المظبوط تمام. انتظروني المحاضره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.